نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع أمين عام حزب الوطنيين الأحرار الأستاذ الياس أبو عاصي. امبارح أستاذ عون الكعكي بصحيفة الشرق كتب عن زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية وأيضا إلى قطر، ويقول من ضمن ما قال أنه قد تكون ما بعد الزيارة غير ما هو قبلها. يعني مفترض أنها تكون أفضل وهم نتأمل خير منه. نعم. نحن سعداء جدا أنه تكون بداية فاتحة الزيارات للخارج أن تبدأ بالمملكة العربية السعودية. نعم. لما للمملكة من أفضال على لبنان ولدول التعاون الخليجي. نعم. يعني بيكفي أنك تعمل دراسة صغيرة مقارنة عدد اللبنانيين الذين يعملون في دول التعاون الخليجي والأموال المرسلة إلى ذويهم إلى لبنان بحد ذاته بتعتبر أنه لبنان لا يمكن أن ينهض من دون هذا الدعم الآتي من دول الخليج. نعم، هذا ما قاله اليوم رئيس اتحاد الغرف أستاذ محمد شقير في هذا الإطار. يعني طبعا هذا الكلنا منقوله، كل واحد بموضوعية بده يقارب الموضوع، ما في إلا ما يقر بهذا الواقع. وضع الخلافات وكل ما جرى على مدى سنوات بين لبنان والخليج وكل ما قيل في هذا الإطار، هذه الزيارة قد تطوي هذه الصفحة برأيك؟ يعني منتأمل أنه تطويها، مع الإشارة بدي أعقب على الموضوع. نعم. أنه الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج يتحملها فريق من لبناني معين، ولا يمكن تحمل تبعاتها السلبية من قبل غالبية اللبنانيين. بفترة من الفترات توضح الأمر أنه هيك، أنه لبنان كله عقب، وهذا شيء مش صحيح أبدا. هذا شيء مش صحيح. الأخوة بالمملكة وبدول التعاون دول التعاون الخليجي يعلمون تمام العلم أنه مش هيدي مواقف غالبية اللبنانيين. نعم. وأن ما صدر عن فريق معين صدر لاعتبارات تتعلق بالتوازنات الإقليمية. على كل حال، صحيفة الحياة تحدثت أيضا عن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يوم الاثنين تبدأ إلى المملكة العربية السعودية بناء على دعوة رسمية، وكانت الدعوة الأولى على كل حال التي وجهت للرئيس عون. أيضا يتضمن البرنامج زيارة دولة قطر يوم الأربعاء المقبل ليلتقي الأمير تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين في الدوحة. تقول مفترض كل الملفات ستعرض خلال هذه المحادثات سواء في المملكة أو في قطر، وأيضا انعكاسات الأزمة اللبنانية الخانقة الناتجة عن وجود ما يوازي نصف عدد سكان لبنان من النازحين واللاجئين. تمام. أنا الأمل أكثر بالنسبة لحلحلة الأوضاع الاقتصادية. نعم. بدعم من دول التعاون الخليجي، هاي من جهة. بس في عندي شيء موضوع خاص بهمنا أنه يتحقق. بدك توجه له إياه للرئيس هلا؟ نتمنى، وأكيد مش غايب عن ذهن. نعم. رئيس الجمهورية. هو الإفراج عن مشروع تسليح الجيش من قبل الهبة السعودية. الهبة السعودية عم تحكي. نعم. هذا موضوع كتير مهم ويؤدي إلى جلاء الغيوم والالتباسات والكلام الذي قيل حول الذي قيل في هذا الموضوع. نعم. باقي الموضوع بالنسبة لقطر شأن باقي دول الخليج، يهمنا أن تكون العلاقات معها على أحسن ما يرام. كل دول الخليج تؤكد دعمها ووقوفها إلى جانب الاستقرار في لبنان والنهوض حتى بلبنان، وبالتالي الموضوع هو هذا التواصل الذي بدأ اليوم. بدأ على أمل أن يستمر وأن يتم تقويته. نعم. واليوم الموضوع السياسي هو وضع جانبا، لأنه في الآخر هذه العلاقات التاريخية أن تعود إلى ما كانت عليه وأكثر. وأكثر دائما نطمح أنه تكون أفضل. نعم. هو الموضوع اقتصادي وموضوع سياسي أيضا بالعلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي. 100%. والموضوع السياسي له عنوان كبير وهو المحافظة على التراث العربي، على جامعة الدول العربية، على العروبة الحضارية. نعم. هي بحد ذاتها هي نوع من أمانة بأعناق لبنان والدول العربية كلها. نعم. وهنالك الكثير لما يجب فعله لتحسين أداء جامعة الدول العربية. ومن هون منعول على التفاهم مع المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج لإعطاء مصداقية لعمل جامعة الدول العربية، تحديدا بملف النازحين، وأن لا يكون هنالك أي شائبة تشوب هذه العلاقة. بالموضوع السياسي، لبنان عنده قرار بتحييد عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وبالتالي الكلام عن الزيارات لدول الخليج
قبل ما تمت هذه يعني عندما قيل او اعلن عن هذه الزيارات انه ان يكون لبنان مش مشروط باي دعم، يعني ان يكون محايد فعلا حتى بالملف السياسي عند دول المنطقه. للاسف الشديد هذا لم يحصل، ولم يحصل لانه حزب الله لم يلتزم اعلان بعبده بعد ان كان ايده، ايد اعلان بعبده وعمل عكسه. طب بتشوف هالمرحله كمان تم طيه ما يعني حتى بالعكس. حزب الله دخل اليوم بمرحله جديده بالعهد الجديد مع الرئيس عون. انا عم بحكي عن انخراط حزب الله بالقتال بسوريا. كل شيء في دول بالعالم فات بسوريا، ما بقي حدا ما فات على سوريا. نحن علينا بحالنا كلبنانيين، علينا بحالنا كلبنانيين. حتخلص يعني اليوم امبارح مثلا المسؤول الايراني بروجردي عم ببرر بقاء حزب الله بسوريا. نعم. واحد المسؤولين بالحرس الثوري الايراني اعتبر انه لا لن يذهب، كان جازم لن يخرج حزب الله من سوريا. هو موضوع ايراني، فاذا مش موضوع حزب الله موضوع ايراني، يعني ليش الانتقاد لحزب الله اذا كان الموضوع هو القرار ايراني؟ انتقاده لانه عم بينفذ اجنده ايرانيه، مش عم بينفذ اجنده لبنانيه، هيدا الانتقاد. نعم. والقول انه مكافحه الارهاب، نحن بنتمنى انه نكون كلنا كلبنانيين يد واحده لمكافحه الارهاب. ما يكون في سياسه مزدوجة المعايير. هو بعد ما جرى باسطنبول وفي غيرها من الدول الكل يؤكد على مكافحة الإرهاب 100%. وهذا واجب، أنا بعتقد هذا واجب أخلاقي. عندنا استراتيجية لمكافحة الإرهاب؟ يعني لما بيكون في إرادة بيكون في استراتيجية. عندنا جيش قوى أمن داخلي وأمن عام، الجيش والقوى الأمنية الأخرى عم يبلوا البلاء الحسن بمواضيع استباقية وبمواضيع تكوين ملفات وينقصها بعض الدعم. نحن نطالب وطالبنا دائما أن يكون هنالك مزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية من جهة، وأن تعطى هذه الأجهزة كل الإمكانات التي يجب أن تتوفر، مادية، لوجستية، بشرية، سياسية، تغطية سياسية، كل شيء. القرار موجود واضح، مهم كثير. نعم. حكيت عن موضوع الموقف الإيراني، تقول صحيفة النهار اليوم طبعا على عبر موقعها لأنه ما في صحف ورقية أنه في مواقف أطلق الموفد الإيراني للبنان رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على الدين بروجردي الذي يزور بيروت، وعملت مثل نوع ربط بين أنه توجه الرئيس عون إلى دول الخليج إلى المملكة وزيارة، مع أنه ما حددت هذا الرابط، ولكن في إشارة بهالإطار، وهي زيارة مقررة سابقا. على كل حال زيارة مقررة سابقا، ولأن مقرر سابقا يمكن الربط بينه وبين زيارة بروجردي إلى لبنان، لأنه في تزامن إذا بدك. المؤسف بهالموضوع هذا أنه كان في نوع من استغياب لدور الحكومة اللبنانية وللبنان. والكلام نيابة عن حزب الله، ولم نسمع نيابة عن حزب الله. يعني أنا بدي أرجع أكرر، بعتذر أني أكرر، بس لما بيكون في تأكيد إيراني، أولا تبرير لتدخل حزب الله بسوريا من جهة، وحسم لموضوع خروج الروسي بلش ينسحب، إنما ممنوع. عم ببدل وحدات، عم ببدل وحدات لأنه عسكري. عنده قواعد. وكلنا بنعرف إنه عنده قواعد، والقواعد فيها على طول عناصر. هو الموضوع أكبر، يعني من أكبر من أي فريق بالداخل اللبناني، هو موضوع إيراني، موضوع روسي، موضوع أمريكي، موضوع سوري ما عاد تداول، تم تدويله. طيب تم تدويله. ولكن الأهم نحن نأخذ الإيجابية من الموقف الإيراني يلي يقول باستقرار بلبنان وحتى الاستعداد للمساعدة العسكرية للجيش والقوى الأمنية. نحن بنشكره على المساعدة هونيك، ومنقول أنه لبنان يطلب أنه يكون علاقاته، ويتمنى أن تكون علاقاته من دولة إلى دولة مع إيران. من دولة إلى دولة مع إيران. من هون كان انتقادنا، وبعدني عم بوجه بعض الملاحظات بهذا الاتجاه. كلنا سمعنا سيد حسن نصر الله قال انه هو عنصر بجيش ولي الفقيه. هيدي موقف ايديولوجي يسأل هو عنه. نعم. انما هذا لا يحد على الشراكه بين اللبنانيين. نعم. من هون دائما عم نحكم على التعاطي، تعاطي اليوم حزب الله مختلف تماما عن المرحله الماضيه. مثل بشو مختلف؟ بالداخل، بالسياسه. يعني بالسياسه عم يبدي بعض مرونه.
ما الكل اليوم في تلاقي، في خلط الأوراق، حتى كان في كلام عن القوات اللبنانية قد تفتح حوار ويكون في حوار مع حزب الله، ليش لا؟ يعني ما زال كل القوى تتلاقى اليوم، والهدف أنه لبنان وصلوا لمرحلة أنه لبنان قد ينهار وبالتالي يجب إنقاذه. نحن بهالمنطقة هيدا نحن نؤيد هذا المنطق كليا، ما ولهذا حوار؟ السبب ما عندكم قنوات حوار؟ ما عندنا قنوات، بس بدكم إنو تفتحوا؟ نحن منا بعيد عن حدا أبدا، خاصة ضمن الثوابت. السبب قلنا وبرجع بكرر انه عدم التزام حزب الله باعلان بعبده وانخراطه. هلا عندنا اعلان جديد استاذ ابو عاصم. بعرف بس هو عهد جديد واعلان جديد، عهد بعبده كان قبل. يعني تحييد لبنان عن الصراعات، العهد الجديد كمان حكى عن الموضوع أكيد. تحييد لبنان. هل انخراط حزب الله بالحرب بسوريا وبما يجري باليمن إلى العراق إلى غيره، هل هذا يؤدي إلى تحييد لبنان؟ من هون عم نجي نحن إذا بدك نحاور بشكل غير مباشر مع حزب الله. هل هذا يؤدي إلى شراكة لبنانية فعلية؟ هل هذا يؤدي إلى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية؟ هل يبعد عنه شبح الانقسامات؟ هذا هذه المواضيع يلي نحن ننتقد حزب الله عليها. يعني بانتظار هذه الزيارة والنتائج التي قد تخرج بها، وحتى يمكن قد يكون هناك اتفاقات أيضا بموضوع قانون الانتخاب. أستاذ إلياس أبو عاصم حكينا بشكل عام، ولكن الموضوع الأساسي اليوم هو أي قانون، على أي أساس؟ القوانين كثيرة والمشاريع موجودة، والبارز فيها موضوع ما تقدم به القوات اللبنانية، الحزب التقدم الاشتراكي، تيار المستقبل، هو المختلط والنسبة. عاد الكلام اليوم أنه لا، النسبية الكاملة والدائرة الواحدة. سؤال مين طرح هيدا؟ وهل هي بتصب بالمرونة الموقف؟ هيدا طرح حزب الله، لكن قال حزب الله كل شيء مطروح للنقاش، ما قال هيدا هو ما بقى بدنا غيره. تمام، لسبب النقاش. أنا بدي أقول شغلة من منظاري إذا بتسمح لي كأستاذ علوم سياسية. أفضل قانون هو أبسط قانون، وهو أبسط قانون يعني يلي بيخلي الناخب يذهب بدون أن يشغل رأسه لا بالاحتساب الأكثرية، يشغلوا له باله يضيعوه هونيك، ولا يعرف أيه هيدا مختلط، أيه نسبي وأيه أكثرية. نعم. لسبب نحن كحزب وطنيين أحرار كان اقتراحنا الدائرة الفردية على دورتين، دائرة الفردية على دورتين فردية، يعني أصغر كل نايب له دائرة، يعني شوف علي كسر وين كل نايب له دائرة. من هون كان اقتراحنا بتخفيض عدد النواب من 128 إلى 66 نائب. حرام عليك، ليش؟ خلي وإنشاء مجلس شيوخ، مجلس نواب ينتخب خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ ينتخب على أساس طائفي. هذا مشروع مستقبلي استاذ ابو عاصي، يعني مش ممكن اليوم بست اشهر نقدر نعمله. هذا موضوع لاحق نحن عم نحكي فيه، نحن والحزب الكتلي الوطني وحزب الكتائب عم نحكي بهالموضوع هيدا من سنوات، مش عم نحكي اكيد مطروح من زمان. هونيك اتفاق الطائف بده يكون في رفض لها، واضح انه في رفض لهالموضوع. ليش الرفض؟ شو غير مبرر؟ غير مبرر، يعني الرفض انه كانه مش موجود الطرح، يعني مش انه عم بيقربوه وعم بيشرحوه ليشوفوا شو له وشو عليه. موضوع الدائره الفرديه، الدائره الفرديه ما حدا من الفعاليات الكبيره من الكتل الكبيره اخذ على نفسه انه يبحث بهالموضوع ويشوف شو له حسنات وشو سيئات، مثل ما عم يجرى بالبحث بمشاريع قوانين اخرى. هلا باقي في مشروعين مطروحين هونيك. المشروع النسبية المطلقة الكلية، كلية شاملة، والثاني المختلط أي النسبة هونيك. كمان في بعض إشكالات بين 64 ما طرحه الرئيس بري عم تحكي، ولكن في الآن الأقرب للمناقشة هو المختلط مع النسبية، يعني هذا الأقرب إلى المناقشة. بدك شوف شو بيبقى منه بعدين، من بعد ما ينعمل تنازلات من هنا وهناك، شو بيبقى منه وكيف يمكن تطبيقه، لأنه تطبيقه بشكل نوع من صعوبة على الناخبين. قالت وزارة الداخلية وكل السياسيين بيعرفوا أنه في حال إقرار هذا القانون بدنا وقت من شان للمرشحين يعرفوه وللناخبين أيضا. مظبوط. وتقنيا الوزارة بدها تكون بدها تغير كل الآليات والإجراءات.
فينا نعمل شوية اجتهاد هون؟ تفضل. شو المقصود بتمديد او تأجيل تقني؟ تقني وقداش؟ قداش؟ قداش الوقت لإله؟ عم بيقولوا أيلول لأنه بالصيفية بيكون في موسم سياحة ما بيقدروا يعملوا انتخابات، وبالتالي بتكون بأول أيلول أو لأيلول اللي بعده. أو لأيلول اللي بعده. نحن الخوف بصراحة كلية، ومن حقنا بالعمل بالسياسي بظروف متحركة، نعم، إنه يكون واحد حذر جدا، إنه الخوف من التمديد التقني، هي، نوصل لأول تمديد ويكون في نوع من خلاصة للتمديد إنه لسنا على جهوزية بعد، لسنا على جهوزية ونحتاج إلى فترة زمنية أخرى. طب ينعمل عنه من الستين إذا هيك؟ نحن تجرى الانتخابات على أساس القانون النافذ، وبهالوقت بكونوا عم يحضروا لقانون جديد. شو بصير؟ بالألفين وتسعة هيك قلنا. بالألفين وتسعة قلنا إنه منجرى تجرى الانتخابات على أساس قانون ستين. لأنه مشغولين ما قادرين نحضر. مش قادرين. وبعدين دغري بعد الانتخابات مباشرة. من تاني يوم. تاني يوم منبلش. شفنا وين وصلنا. منشان هيك يجب علينا أن نكون حذرين، ونحن كذلك نحن حذرون من الموضوع كتير، أنه يكون ننتقل من تأجيل تقني إلى تأجيل تقني آخر، وأنه نوصل إلى نوع من تمديد مضمر. توافق على الكلام أنه من خلال ما يجري من خطوات بالحكومة وهذا التوافق الحاصل أنه ينسحب أيضا على قانون الانتخاب، وكل الكلام بغير محله أنه لا، في نية جدية لإقرار قانون انتخابات جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، يعني بغض النظر عن شكل القانون. اسمح لي أقول أنه بالسياسة محاكمة النيات غير مطلوب، والركون للنيات المعلنة كمان غير مستحب. لهالسبب نحن، وسبق وقلتها شيء، نحن بانتظار أن يكون هنالك مشروع واضح المعالم ليتمكن الجميع من مناقشته. يعني بدي افترض انه، بدي ارجع كرر يلي تفضلت فيه انت، بدي افترض انه التوافق يشمل موضوع قانون الانتخاب. قديش نحتاج من وقت كمواطنين كناخبين لكي نفهم حقوقنا وواجباتنا بالموضوع، وبالنسبة للمرشحين كذلك. رجعنا للموضوع ذاته، انه ليش كنا، انا كنت منتظر ضميريا انه يوم الاربعاء المنصرم انه يكون في طرح لمشروع القانون. لانه اشبع درسا، شو بعد بدون يرسوه؟ انا ما بعرف انه اللجنة المصغرة تضم كل ممثلين عن كل التكتل، صح، الكتل البرلمانية، صح، ووصلت لمطرح ما وصلت له. معقول الحكومة ترجع تطرح مشروع جديد او لا الموجودين؟ يعني بده يكون في تعديل لأي مشروع، بده يكون في تعديل لإله، في تعديل قديش مدى التعديل لإله، قديش بدل بحافظ على خصوصيته. بتشك أيضا أنه كل القوى السياسية وبالمواقف المعلنة تريد التجديد والتطوير وإدخال عنصر الشباب وهذه الحيوية بالحياة السياسية، كلهم بدهم؟ يعني بتأمل أنه يكون كمان بتتأمل؟ بتتأمل خيرا، بس كمان برجع بقول هيدا يلزم سهر من قبل كل اللبنانيين من المجتمع المدني. شو بيعمل المجتمع المدني؟ لا يكون أولا واعي، وأن يمارس ضغوط على الحكومة وعلى السياسيين ككل من مختلف الجهات، أنه يكون في التزام بالفعل وليس بالقول وليس بشعارات. نعم، كمان إن شاء الله خير أستاذ أبو عاصر. هنتابع معك القسم الأخير من كلام بيروت بعد هذه الاستراحة. ابقوا معنا مشاهدينا.